محمد محمود شعبان يقدم البرنامج الغنائي اسم، تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان وغناء محمود الشريف، وإخراج محمد محمود شعبان. اسم حقيقي، اسم هو حد بياخد رزق حد. قال اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك لم تحوش. ده كان في زمان في حاره الكحكيين راجل عتقي غلبان اسمه مرزوق، حاطط القرمه بتاعته على راس الحاره وطول النهار يدقدق في الحتتين اللي في ايده، وهو راضي باسمته وحامد ربه على ما هو فيه. جرى ايه يا سرامات يا عجر؟ مش كفاية الدق؟ لازم تنعر كمان؟ معلش يا سي محمد يا خياط، اهو الواحد بيسلي نفسه. الله يرحمه. انا عارف ازاي بس بيجيلك نفس تغني، يعني واحد زي حالاتي اكبر خياط في البلد ومكسبي قدك 300 مرة ما يهف عليا ضحكة من ساعة ما فتح من النوم لحد ما تخمت تاني. وانت انت اللي مش لاقي تاكل وراك سبع عيال بيحزوا في قفاك، صبح تغني ونايم تغني، هو انت بجم حجر ما بتحسش؟ نحمده على كل حال، دي الارزاق على الله يا سي محمد. يا اخي سد نفسك شوي. طب والله ما تزني تاني الا رميك بقرمتك في وسط الحارة. على ايه كف الله الشر، النهار فات على خير والمغربية دخلت وكلها حبتين ونقوم نروح. اعوذ بالله، راجل جبله عديم الشعور. افتحوا يا عيال. مين؟ انا مرزوق. ابويا جه، ابويا جه، ابويا جه. حذروا، جايب لكم ايه؟ حته جبنه قديمه تبقى الاكله قديمه، حته فول حلاتي تبقى الاكله دلوقتي. عليكم نور، امال فين امكم؟ هتروح فين؟ اهي مستنيه راجلها، مستنيه سبعها. الهي ما تحرم منك ولا من دخلتك عليا. يا سلام، يا سلام على لسانك اللي زي السكر يا ام شوق.
قلبي يستكتروا عليا ان اغني وانبسط. هو فيه نعمة اكتر من كده؟ الف حمد والف شكر لك يا رب. يلا يلا يا عيال اغسلوا ايديكم الزير وتعالوا نتعشى. وبعد ما نتعشى تدخلنا حسوسة اللي انتوا عايزينه. طيب بس 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 طيب بس اما نتعشى واللي تحكم بيه اموكم هو اللي يمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم دمها نعمة علينا. ناولني القلة بقى يا واد يا جلجل. يلا يا شوق لما قشر الفول وشيليه، وهات الطبلة من فوق الشباك يا عفريت. حزي مختك يا بندق. يلا يا بسبسة. Oh,
ابو شوق الفجر بيدن، قوم قبل ما تلحق الصلاه في الجامع. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. صباح الخير يا ام شوق. يسعد صباحك يا اخويا. ما تتمطعش كده ترمي كسلك عليا. قوم بقى احسن، انا نفسي النهارده هفاني على حاجه. اللهم اخزيك يا شيطان. ايه يا ترى؟ نفسي في الكنافه. الايه؟ بس وضح حسك لا تصحي العيال. وده صباح ايه ده بقى؟ ما تحملش هم، اصل انا بقالي شهر بحوش كل يوم نكله لحد ما بقوا 6 ساغ اهم. بس انا خايف يا ام شوق للعيال ياخدوا على كده. يا اخويا اهي مره من نفسينا. خد السلطانيه معاك وانت خارج علشان تجيب فيها السمن. هي فين السلطانيه؟ اهي مع الف سلامه. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر مرزوق. الله العظيم. مرزوق ام شوق، ايه اللي جابك دلوقتي؟ هقول لك بس والنبي ما تزعل ولا تزعل نفسك ابدا. ايه قولي اوام، حد من العيال جراله حاجه بعد الشر؟ امال ايه بس؟ الراجل محمد الخياط الله يجازيه راح اتفق مع شيخ التم انهم يخرجوك من الحاره النهارده، وجايبين 10 رجاله واقفين لك بالعصيان والنبابيت. ليه؟ عملت لهم ايه؟ الناس دول بيحسدونا ويكرهونا ليه؟ اعمل معروف بلاش تهوي بناحيه الحاره دلوقتي. هم فاكرين انهم يقدروا يقطعوا عيشي؟ هو انا رزقي عليهم؟ والنبي ما تغير دمك وانت عيالك عاوزاه. اسمع يا ام شوق. نعم. احنا ما بقلناش عيش في البلد دي. روحي بيعي القرمه والكام قالب والعده اللي في الدكان، واصرفي منهم على العيال على بال ما ارجع لكم. يا نار، انت بتقول ايه يا مرزوق؟ عايز تطفش؟ اطفش ازاي؟ ربنا بيقول اذا الواحد انسد رزقه في حتة يهاجر منها، وانا حدور على باب رزق في اي بلد تانية وارجع لكم. وليه يا مرزوق؟ ما نعزل من الحارة وبلاش نسيب البالة. كفاية كده يا مشوق، انا نفسي حمضت من البلد دي واللي فيها، واحنا ناس غلابة لا بينا ولا علينا، ودول ناس ما يقدر عليهم الا صاحب القدرة. استودعتك الله يا مشوق. مرزوق بقى يهون عليك تسيبنا يا مرزوق. كلها جمعة ولا جمعتين وارجع لكم ان شاء الله. ان ما كانش ليا نصيب ارجع يبقى لكم ربنا. بوسي للعيال يا ام شوق، والواد عتريس وديه للوسط علي النجار، انا كلمته عشان يشغلوا عندي او يساعدك بقرشين، والمساعد ربنا. انت بتعيطي؟ ما تبقيش عبيطة، احنا في الشارع. اشوف وشك بخير. مع الف سلامة يا مرزوق. الله يجازي ولاد الحرام. يا عيني يا مرزوق، من توهان عقله خد السلطانية معاه. فينا يا رجالة؟ اقفل رجلهم وخلوها مشرجة. يا ريس يا ريس، دخلونيش معاكم. احنا طالعين على البحر المالح في سفر بعيد. معاكم ان شاء الله تروحوا السند والهند. ان كان احتاج حمل المركب مساح. لا حمل ولا يحزنون، مفيش الا السلطانية دي. المسها فوق دماغك وانفس. فينا يا رجالة؟ على بركة الله. لا اشكي لك
حلوك بالريح حشاد لا نطوف ببلاد بلاد ونعود لأهلي وأحبابي هلا هلا صلي عن فين يا مرزوق؟ شهرين ما حد عارف لك طريق، هعمل ايه يا رب؟ ادور عليه فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بصوا كده يا ولاد، اللي جاي من بعيد ده مش شكله زي ابوكم؟ اهلا 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 ولادي حبايبي، بسبسه جلجل بندق شوق عتريس متولي نجف، تعالوا تعالوا في حضني يا ولادي. مرزوق ام شوق مراتي حبيبتي. اصحى عليك يا مرزوق كده تخطف قلبنا، كان فين الغياب ده كله؟ كل فين يا بابا؟ كل فين يا بابا؟ كل فين؟ بس اسكتوا وانا هقول لكم كنت فين. ايه الشوال اللي انت جايبه ده؟ هي الكنافه دي يا بابا. سلامتكم يا بابا. فين الكنافه؟ استنوا بس، بكره الصبح هجيب لكم جبل كنافه، بس اقفلوا الباب دلوقتي وقعدوا ساكتين وانا احكي لكم الحكايه. ايه يا ترى؟ اوعى تكون قلت عقلك وسرقت سريقه. فشر هو اللي يسال ربنا يتحوج لمخلوق. اقفلي الباب كويس يا بسبسه، تعالوا تلموا هنا اما افتح الشوال واوريكم الخير اللي بعته لكم ربنا. الله يا مصيبتي، الماس ياوت مرجان. ما تتخضيش كده، هنعمل بده كله ايه والناس تقول ايه؟ ناس؟ ناس مين؟ حد له عندنا حاجة؟ هو النضيف يعمل حساب للناس؟ دي اسم وارزاق ولا يهمك. طمني قبلة، جبتهم منين؟ صلوا على النبي. الف صلوا عليه. بقى يا ستي البحر المالح اللي ملوش قرار، يا خبر زي بعضه، ده الموج بقى زي الجبال. يا مرزوق خليك راجل، العمر واحد والرب واحد. يا نهار، المركب بقت زي الريشة اللي له حاجة يلفحها على كتافه ولا يربطها على وسطه.
الحمد لله ما فيش حاجة إلا السلطانية. ألبسها فوق دماغي واربط عليها شال العمة. روحنا بلاش، روحنا بلاش. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وراحت المركب 600 حتة، وبصيت لقيت نفسي متشعلق في لوح خشب والموج يشلني ويحطني لحد ما عينيا ضلمت ودماغي لفت، ومرة واحدة اتنطرت على أرض جامدة ورحت في دنيا غير الدنيا. ما اعرفش فات عليا وانا في الحال ده قد ايه، وفتحت عينيا لقيت نفسي في وسط ناس شكلهم عجيب وملمومين عليا وهم عرايا زي ما ولدتهم امهم، ومسكين في ايديهم الحرب والطفول عماله تدوي من حواليا زي الرعد. واتقدم الكبير بتاعهم وزغدني بعصايته. ايه اللي جابك هنا؟ اتكلم قبل ما تفارق الدنيا. انا فين قبلك؟ انت في جزيرة الامل بين الجبال السبعة في بحر الظلمات. الظلمات؟ يا لطيف اللطف يا رب. انت ايه اللي جابك هنا؟ عدو ولا حبيب؟ لا 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 لا، حبيب طبعا. ايه الدليل؟ فين السفارة؟ فين الهدايا؟ فين الاتباع؟ الا الاتباع والله كلهم غرقوا، لكن على كل حال معايا لك هدية عظيمة. فين؟ اهي اللي فوق دماغي. استنى اما فوق تشال العمة من عليها. اتفضل. تاج عظيم. سي محمد يا خياط، سلام عليكم. عليكم السلام. الا قولي انت ما تعرفش حاجة عن مرزوق العوتة؟ ايه هو غار من الحارة بقاله دلوقتي 2 3 شهر، ما حدش عارف مات بقى ولا راح في 60 داهية. انما ليه السؤال ده؟ اصل امبارح شفت واحد الخالق الناطق مرزوق بعينه، بس ايه؟ بس عقبال عندك بقى راكب فيتون بجوز خيل ملوكي. ايه؟ ولابس قطنية ولا شهبندر تجار البلد. ايه الكلام ده؟ وده معقول؟ ده بوصفة مش ممكن ابدا يكون مرزوق. طب اسمع، تعادل لنا على طريقه، وان كان هو مرزوق يبقى لازم اعرف لك حكايته بالتمام. وهو معقول يحكي لك؟ يمكن لقى كنز ولا سرق سريقة. والله عالي يا دنيا، يلا بينا. بس يا سيدي ادي الحكاية من طقطق لسلام عليكم. والله اما حكاية متلفقة صحيح، بقى ده معقول حتة سلطانية تجيب لك ده كله؟ والله يا شيخ ومالك علي يمين ان زي ما بقولك. طب ده انا على كده اقدر اجيب الجزيرة بحالها. يا سيدي محب ما علينا. وحياة راس والدك، مدام سلطانية جابت لك ده كله لكم بايع اللي ورايا واللي قدامي ومشتري هدايا تطير عقلي شيخ الجزيرة واللي فيها. لازم اكون اغنى واحد في البلد دي، وعمر ابو حميد ما حد يغلبه. يا سلام، هدايا عمرنا ما شفناها. ولسه كمان اصل محسوبك خياط كبير، ده انا عامل لجنبك 30 بدلة مشجرة بالقصب. شوف
ده شيء كتير. وادي 100 فستان بالحرير المذهب عشان اهل منزل. جميل جميل. وادي 400 بدلة بالنشانات عشان الحرس الخصوصي. يا سلام، انت محب لنا جدا، ولازم نجازي اخلاصك وولائك. العفو. انا محتار كفاك بايه. مش ممكن الاقي حاجه تعبر عن تقديري لك اكتر من اني اخلع عليك تاج الجزيره السلطانيه. صاخد تعبان قلبه وحسابه مزود غلبه ومخليه ومقسوم تقضيها ومسيرها لفراق. الدنيا مكتبت فيها الخلاق، لا تنسى ولا تعلق وحلاق. سبحان الرزاق. الدنيا لمت عكسك، خليها وعدل نفسك، تلقاها صبحت أزلك وتدوقها تندى. الدنيا مكتبت فيها الخلاق، لا تنسى ولا تعلق وحلاق. سبحان الرزاق. سبحان الرزاق.